خلينا نكمل بقى مع حضراتكم ونروح برضو لخبر يمكن اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات تحديدا، لكن في جديد برضو في هذا الملف. حالة الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الصحية يومين اللي فاتوا زي ما كنت بقول لحضراتكم ترددت أنباء عن نيته الاعتزال، ده كان تقريبا برضو هيتضح النهاردة خاصة بعد ما أصدر بقى نادي برشلونة الإسباني بيان بشأن عقد مؤتمر صحفي هيكون النهاردة بحضور مهاجم الفريق أغويرو. وقال برشلونة تحديدا في بيانه، قال سيتحدث أغويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا رئيس النادي. ده طبعا بعد ما كشفت التقرير زي ما كنا بنقول لحضراتكم كلام كتير عن اعتزاله كرة القدم بشكل هنا نهائي، طبعا بسبب المعاناة اللي بيعاني منها، مشكلة في القلب وهي حاجة سيريس طبعا للأسف الشديد هنقول حاجة كده، وعنده 33 سنة يعني صغير برضو مش كبير أبدا. وهو انتقل زي ما حضراتكم عارفين هذا الموسم لبرشلونة في صفقة كانت انتقال حر قادم من مانشستر سيتي، يعني بعد مسيرة كبيرة جدا وبرضو أرقامه يا كريم يعني 674 مباراة 420 هدف 135 تمريرة حاسمة، ده بنتكلم خلال يعني مسيرته مع المنتخب الأرجنتيني وكمان الأندية، فده خبر أكيد أحزن ناس كتيرة جدا من كمان عشاقه، لكن للأسف الشديد ده الحال يعني برضو مشكلة في القلب وحاجة سيريس ما ينفعش إن هو فعلا يكمل. طيب.